كيجي بالعمل ما كيجيش بالسهل، وخدمنا على الحوايج اللي ما كانوش عندنا من قبل. الحمد لله جاب الله تيسير في هاد 4 المقابلات بمجهود ديال اللعابه، مجهود ديال الطاقم التقني، والمجهود ديال الاداره، والحمد لله فضل الله عز وجل ودعاوي الوالدين والصبر ديال الجمهور. حققنا 4 انتصارات على التوالي اللي ماشي ساهلين، بغض النظر اللي كانوا شي جمهور اللي كانوا كينتقدوا الدراري هادو اللي كيتقاتلوا اللي كيتضاربوا. كنقول لهم من هذا المنبر زيدوا صبروا بزاف بزاف على الدراري، وان شاء الله غادي يكون الخير من القدام.